اليوم كنا اجتمع الجمع العام للغرف الفلاحيه لجهه الدخل والذهب باقليميها الاثنين، اقليم الذهب واقليم السرد، واللي كان النقط الاساسيه خمس نقاط اللي هي صدق على المحضر الدورة الماضية، والنقطة الثانية كانت تتبع آخر اللمسات الأخيرة لتنظيم المعرض الجهوي الفلاحة لجهة الدخل والذهب، والنقطة الثانية اللي كانت مصادقة على النظام الأورغانيغرام المنظم الغرف الفلاحية، والنقطة الثالثة هي تتبع كذلك البرنامج الاستعجالي لتداعيات أثار التساقطات المطرية، والنقطة الخامسة اللي كانت تناقش كذلك النقطة ديال محاربة الجفاف وكيف طريقة التنسيق مع المؤسسات المشرفة على ذلك. اليوم اللي كانت النقطة الأساسية اللي هي تميز بها اليوم هي الوقوف على آخر تنظيمات الاستعداد للمعرض الجهوي للفلاحة اللي يكون إن شاء الله يوم 1 و2 و3 في شهر 6، اللي يجيه وفود جد مميزة من مختلف الدول الأوروبية ودول الخليج وكذا دول إفريقية وبما فيهم السودان والسعودية وهنغاريا وبلغاريا وبولونيا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا. هذا في إطار تبادل الخبرات مع مؤسسات جهوية ووطنية، وليكون فيه كذلك شركات وطنية وكذلك فيه شركات منتجة محلية، واللي له يعود فيه قطب حيواني لعرض مختلف الماشية، وقطب كذلك مؤسسات اللي هو فيه شركات أجنبية وطنية، وقطب للتعاونيات للمنتوج المحلي كبرودوي تيغوار. هذا المعرض اللي هو مهم واللي نعرضه كذلك فيه آفاق استثمار في المنطقة واللي عنده أبعاد اقتصادية وأبعاد سياسية، واللي يبرز كذلك المنجزات اللي قامت بها الدولة خلال 40 سنة في هذه الجهة، واللي كذلك تبرز التحديات اللي واجهها الاستثمار، والحمد لله يبرز النتائج الإيجابية اللي وصلت لها استثمارات والتنمية اللي حققت الدولة في الجهة، بحكم أن الحمد لله وصلنا 60,000 طن كتصدر من بواكر إلى الأسواق الأوروبية، وفي الصدارة ديال الصادرات تاكينة باش تجي كاملة تنكب على هذا المعرض، واللي يعود هو عرس فلاحي للجهة لجميع الساكنة، وشكرا.